أعلن الرئيس الياباني استعداده للتوقيع على اتفاق نقل السلطة وفق المبادرة الخليجية في إطار الحوار كما قال. وأضاف صالح في تصريحات للصحفيين أنه في حال التوقيع على الاتفاق فإنه لن يترك البلاد وسيعمل في صفوف المعارضة، وأكد أنه لن يستدرج إلى حرب أهلية على الرغم من الاشتباكات المتواصلة في العاصمة والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح. وأعرب الرئيس اليمني عن أمله بأن لا تتحول اليمن إلى دولة فاشلة أو ملاذا آمنا للقاعدة، مضيفا أن الشعب يريد انتقالا سلميا للسلطة.